السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بهالمحاضرة رح نكمل البارت الثاني من محاضرة الفارماكودايناميك رقم 4، اللي هي كانت تحكي عن الفاكتورز affecting drug response relationship. تمام، حكينا بلشنا نحكي عن الفاكتورز اللي هي بتخص الدرج، وحكينا عن الفاكتورز اللي بتخص البيشنت، بس لسه ما كملناهم. تمام، وقفنا عند الباثولوجيكال ستيت تبعت البيشنت وكيف بتأثر على الريسبونس تبعه للدرج. تمام، اليوم رح نبلش نحكي عن التوليرانس، وهو عنوان جديد عليكم نوعا ما، فلازم تفهموه. نحكي بسم الله ونبلش. هلا اول اشي التوليرانس، اول كلمة رح تخطر على بالنا ايش هو التوليرانس. التوليرانس هو عبارة عن هايبو رياكتيفيتي. شو يعني هايبو رياكتيفيتي؟ يعني تخيلوا لي انه انا عندي كيس، هسا انا بدي اياكم تركزوا معي بهذا الكيس. انا عندي واحد مريض ضغط، تمام، وبياخذ دواء ضغط بغض النظر ايش هو، عم ياخذ دواء مشان يعالج الهايبرتنشن اللي عنده. تمام، اصلا الهايبرتنشن هو ما بيتعالج، هو بيصير له كنترول بس عن طريق ادويه الضغط. تمام، فشخص قاعد عم ياخذ دواء الضغط. تمام، هلا انتم بتعرفوا انه الهايبرتنشن هو عبارة عن كرونيك ديزيز وخلص بضله مدى الحياة، فبالتالي البيشنت مجرد ما يكتشف انه عنده هايبرتنشن ببلش ياخد الانتي هايبرتنسيف دراجز. تمام، وهاي الانتي هايبرتنسيف دراجز ايش بياخدها لمدى الحياة. تمام، بس مستحيل يضله على دراج واحد طول حياته. ليه؟ لانه بتصير عندنا ظاهرة التوليرانس. طب يا سجى شو هي ظاهرة التوليرانس؟ نرجع للكيس، بيكون في عندنا شخص قاعد عم ياخد دواء ضغط مثلا، بلش فيه اوكي، اخذوا سنة وسنتين، اخذوا ثلاث مثلا، يعني كمل على هذا الدواء لمدة 3 سنين اوكي، فهو عم يضله ياخذ، عم بيضله يتعرض لهذا الدواء كل يوم. انتم متخيلين شخص قاعد عم بيضله ياخذ الدواء وجسمي قاعد عم يتعرض لهذا الدواء لمدة 3 سنين، فجسمي بيصير يتعود على هذا الدواء. تمام، هي اول اشي، جسمي رح يتعود على هذا الدواء. يبقى اول اشي انا عم باخذ هذا الدواء كرونيك، يعني انا عم باخذه لفترة طويلة. تاني اشي جسمي بلش يتعود على هذا الدواء، تمام، فبيبطل جسمي يستجيب له، خلص تعود عليه، صار وجوده وعدمه واحد، خلص تعود عليه. فبالتالي عشان اتغلب على التوليرانس اللي جسمي بيعمله اوكي، لازم ازيد الدوز. ففكرة التوليرانس ايش؟ انه بيصير في عندي reduced responsiveness to the drug on repeated administration, so higher doses are needed to produce the same original effect. يبقى شخص عنده مثلا مرض ارتفاع في ايش، في ضغط الدم، عنده الهايبرتنشن اوكي، عم ياخذ دواء انتي هايبرتنسيف زي ما حكينا، عم ياخذه ريبيتد ادمنستريشن كل يوم، اخذه لمده 3 سنوات مثلا اوكي. فهلا صار اول اشي، اول شرط انه يكون كرونيك ادمنستريشن للدرج. تمام، هي اول اشي انه يكون كرونيك ادمنستريشن اوف ذا درج، هذا اول اشي. تمام، بعدين وكمان ريبيتد يوز، انه عم بستخدمه كل يوم. فبالتالي اول مره اخذت فيها الدواء اعطتني ريسبونس، تمام، هاي الريسبونس بعد الريبيتد يوز وبعد الكرونيك يوز لمده 3 سنوات على سبيل المثال، ما رح ارجع احصلها الا بحال انا زدت الدوز تبع هذا الدرج. يعني لقدام مع الريبيتد يوز انا رح احتاج اني ازيد الدوز عشان اوصل لنفس الريسبونس اللي انا وصلت لها في البدايات. تمام، فظاهره التوليرانس هي ظاهره بتصير على كرونيك يوز اوف ميديكيشن، انا عم بستخدم دواء لمده طويله، جسمي بلش يتعود عليه، فخلص هسه صار بيحتاج الى دوزز اكبر عشان يوصل للريسبونس يلي وصلها خلال اول مره انا اخذت فيها هذا الدواء. فبالتالي التوليرانس هي عباره عن بروجريسيف ريديوسد ريسبونسيفنس تو ا دراج اون ريبيتد ادمنستريشن، سو عشان احل مشكله التوليرانس هاي بحتاج هاير دوزز تو بروديوس ذا سيم اوريجينال ايفكت. تمام، تمام. هلأ في عنا أنواع للتوليرانس، في عنا أكوير توليرانس وفي عنا الكونجينيتال توليرانس. هلأ بالنسبة للأكوير توليرانس، أنا ما انولدت عندي توليرانس لدرج معين. الأكوير توليرانس أنا بيصير عندي هذا التوليرانس على الريبيتد يوز أو الريبيتد أدمنستريشن أوف ذا درج. تمام، فعلى سبيل المثال الأكوير توليرانس ينقسم إلى فارماكو كاينتك توليرانس
وإلى فارماكو دايناميك توليرانس. هلا إيش الفرق بين الفارماكو كيناتكس توليرانس والفارماكو دايناميك توليرانس؟ إذا بتتذكروا حكينا الفارماكو كيناتكس هي عبارة عن إيش؟ كنا نلخصها بكلمة آدمي: absorption, distribution, metabolism and excretion. تمام؟ ففي الفارماكوكينيتيك توليرانس بحكي لك انه التوليرانس بيكون due to decreased drug level. يعني انا لما اخذ الدرج في مشكله من عمليه، في مشكله بعمليه من عمليات الكيناتكس ادت انه يقل عندي الدرج ليفل جوا جسمي. تمام؟ طب ايش هي المشاكل اللي ممكن تكون موجوده؟ ممكن يكون عندي مشكله في عمليه الابزوربشن، وممكن يكون عندي مشكلة مثلا في عملية الايش؟ الإليمينيشن. طيب يا سجا، ايش هي المشكلة اللي رح تصير في عملية الأبزوربشن بتقلل لي من الدراج ليفل؟ أول إشي هون بيعطينا مثال فريزيمايد اللي هو الليزكس، اللي هو بيعتبر ايش؟ نوع من أنواع الديوريتكس يلي بنستخدمهم مثلا في حالة إذا واحد عنده ضغط مرتفع، فمثلا أنا بدي أطلع السوائل من جسمه عشان أنزل ضغطه، فبعطيه على سبيل المثال فريزيمايد أو ليزكس. تمام؟ ولكن وين المشكلة؟ إذا أنا استخدمت الفريزيمايد عند patient عنده heart failure، يبقى إذا استخدمت أنا الفريزيمايد عند patient عنده heart failure رح يصير عندي مشكلة في absorption of the فريزيمايد. طب كيف يا سجا؟ أنا مش فاهمة. أنا هلأ بحكي لك كيف. هلأ أنا عندي هذا البيشنت عنده heart failure. شو يعني heart failure؟ يعني القلب عنده تعبان، مو قادر يضخ دم منيح للأعضاء. تمام؟ فبالتالي بما انه مو قادر يضخ دم منيح للاعضاء، فالدم مو قادر يتحرك منيح في البلد فيسلز ويوصل للاعضاء، ما في قوه. مش حكينا انه القلب هو المضخه اللي بتضخ الدم، فما في قوه ضخ كافيه انها تحرك لي الدم وين؟ في الاوعيه الدمويه. فبلاقي الدم، هلا مثلا تخيلوا هذا هو البلد فيسلز، تمام، بلاقي الدم بدل ما يكون ماشي سريع، لا ماشي ببطء. تمام؟ كانه دخل بمرحله ايش؟ ستيزز، يعني ركود، يعني عم بيمشي بس بيمشي بطيء لانه ما في قوه دفع طالعه من القلب، القلب تعبان. فبتلاقوا الدم بلش شوي شوي يمشي ايش؟ في البلد فيسلز لحد ما يوصل للاورجان. تمام؟ فهلا شو بصير في عندي؟ بصير في عندي انه هون انتم بتتذكروا بالبلد فيسلز في عندنا شيء اسمه هيدروستاتيك بلد بريشر، وفي عندنا شيء اسمه الانكوتيك بلد بريشر، اذا بتتذكروا درسناهم بالفسيولوجي. طيب لما يصير هون انا عندي ستيسز ويزيد ضغط الدم هون، معناته زاد عندي الهيدروستاتيك بلد بريشر. طب لما يزيد عندي الهيدروستاتيك بلد بريشر شو بصير؟ بصير عندك ترشيح السوائل عن طريق الكيبيلاريز من جوا الفيسلز بتطلع لبرا، بتصير الفلويدز ايش؟ تطلع لبرا. ولما تروح لبرا وين بتروح؟ بتروح على الخلايا، بتصير تتجمع المي بالخلايا وتعمل لي إديمة. تمام؟ تمام. فهلأ نفس الحالة، اعتبروا إنه الفريزيمايد هلأ موجود أنا بجسمي وأنا عندي هارت فيلر لا سمح الله. تمام؟ فزاد عندي الهيدروستاتيك بلد بريشر في البلد فيسلز، وبلشت المي أو سوري الفلويدز تطلع من البلد فيسلز، وين تتجمع؟ تتجمع في بالأورجنز تبعتي. ومن ضمن هاي الأورجنز اللي ممكن تتعرض ويصير فيها إديمة يلي هي الجت، ويصير عندي جت إديمة. طيب يا سجا، طب وين مشكلة الأبزوربشن؟ هلأ انتو بتعرفوا انه الجت تعمل عندنا أبزوربشن وناخد الدواء أوريلي. فمثلا انا اخدت الفروزيمايد أوريلي، وانا حكيت لكم انا عندي هارت فيلر، ولانه عندي هارت فيلر صار في عندي ستيزس بالبلد فيسلز، فزاد عندي الهيدروستاتيك بلد بريشر، فصار في عندي فلتريشن للفلويدز من البلد فيسلز، وراحت جمعت هاي الفلويدز في الاورجنز اللي بجسمي. ومن ضمن الاورجنز يلي هو لسوء حظي انه تجمعت فيها المي هي الجت. فبالتالي صارت جدار، مثلا نعتبر انه جدار المعده اللي هو اصلا انا هلا مش اخذت دواء اورالي، دخل الدواء على المعدة ومن المعدة بده يروح على الانتستين. طيب هلأ هاي الأورجنز صارت إيش؟ صارت الجدار تبعها مليان فلويدز، فما رح يقدر يعمل لي absorption للفريزيمايد. فبالتالي هون شو صار في عندي؟ قل absorption of the فريزيمايد. بما أنه قل absorption of the فريزيمايد معناته تركيز الدواء جوا جسمي قل، فبالتالي أنا هون إيش صار في عندي؟ مشكلة في الفارماكوكيناتكس، عشان هيك صار في عندي توليرانس. يبقى في حالة الفارماكوكيناتك توليرانس، إنه أول إشي لازم أعرف إنه الدرج ليفل، أول إشي إنه الدرج ليفل شو ماله؟ قل بجسمي. ليش قل الدرج ليفل بجسمي؟ لأنه في عندي مشكلة في الفارماكوكيناتكس الخاصة بجسمي. فمثلا في مثال الفريزيمايد، لما أنا أخذته وأنا عندي هارت فيلر وصار في عندي جت إديما،
صار عندي صعوبة بالabsorption of the furosemide، فبالتالي هذا الفرزيمايد ما رح يصير له إيش؟ لا رح يصير له absorption ولا رح يصير له distribution ولا رح يصير يتوزع على جسمي، فقل الليفل تبعه جوا جسمي، تمام؟ فبالتالي ما عمل لي effect، ما استفدت منه. هاي أول إشي. فبالتالي بما إني ما عمل لي إفكت وما استفدت منه، رح أحط إنه هو ما عمل لي إفكت وما استفدت منه بين قوسين، يعني صار جسمي نون ريسبونسيف لهذا الدواء، ما استجاب لهذا الدواء. طب لما يكون نون ريسبونسيف وما استجاب، يعني هذا توليرانس. فبالتالي هاي أول وحدة فهمناها كيف صار عنا توليرانس للفروزيمايد، تمام؟ وكيف قل الأبزربشن تبعه. طيب ممكن تكون عندي المشكلة بالإليمينيشن. طب كيف يعني المشكلة بالإليمينيشن؟ يعني أنا زاد عندي الإليمينيشن في طريقة ما، فبالتالي بما أنه زاد الإليمينيشن قل تركيز الدواء جوا جسمي، تخلصت أنا من الدواء بسرعة وطلعته برا جسمي، فبالتالي هيك شو؟ قل تركيز الدواء جوا جسمي. طيب يا سجا أعطيني مثال لدواء بزيد الإليمينيشن. خليني أحكي لكم عن الفينوباربيتون. الفينوباربيتون هذا دواء له خاصية انه هو له اشي اسمه خاصية اللي هي الهيباتيك انزيم انديوسر، بروح على الهيباتيك انزيمز، تمام؟ وبيحفزها. طب لما يحفز الهيباتيك انزيم شو بيعمل؟ بيزيد عملية الميتابوليزم، تمام؟ فأنا لو أخذت دواء الفينوباربيتون رح يزيد عملية الميتابوليزم تبعته، سوري، حيزيد عملية الميتابوليزم تبعت الليفر، فبالتالي رح يزيد الميتابوليزم تبع الفينوباربيتون. لما يزيد الميتابوليزم تبع الفينوباربيتون شو بصير؟ رح يقل تركيزه جوا جسمي لأنه أصلاً طلع برا جسمي، فبالتالي شو رح يصير في عندي؟ هيك كأنه زاد الإليمينيشن وقل تركيز الدواء بجسمي، فبالتالي الريسبونس كمان قلت. ولما نحكي response قلت، يعني صار إشي اسمه tolerance، تمام؟ يبقى الفارماكوكيناتيك tolerance بتكون مشكلة في الفارماكوكيناتيكس أدت إلى أنه يقل عندي تركيز الدواء. قل عندي تركيز الدواء يعني قلت الدوز، يعني قلت الريسبونس. قلت الريسبونس يعني قلت tolerance. طب شو هي الطرق؟ زي ما شرحت لكم عنا دواء الفروزيمايد أو اللازكس كيف قل الابزوربشن تبعه لما يكون الشخص عنده هارت فيلر على سبيل المثال، وكيف بيزيد الاليمينيشن لبعض الدراجز على سبيل المثال الفينوباربيتون يلي هو بيعتبر انزيم انديوسر. بس هون اضيفي له انه هذا الانزيم انديوسر تبعون قصدك مين هون؟ قصدي الهيباتيك انزيم، تمام؟ يبقى بيصير يعمل اندكشن للهيباتيك انزيمز وتزيد عملية الميتابوليزم. بما انه زادت عملية الميتابوليزم معناته رح يقل عندي دراج ليفل جوا جسمي، رح يقل عندي الريسبونس، فبوصل لنتيجة اشي اسمه فارماكوكيناتكس توليرانس، تمام؟ تمام. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا جزئية الفارماكوكيناتك توليرانس وكيف بتصير، تمام؟ وركزوا لي انه بالفارماكوكيناتك توليرانس بيكون في عنا ايش؟ ديكريز في الدراج ليفل، يعني الدوز يلي انا اخدتها تخلصت منها بسرعة وقلت جوا جسمي، تمام؟ اما الفارماكو دايناميك توليرانس الدوز ثابته او الدرج ليفل ثابت، تمام؟ هاي اول اشي. طيب يا سجا كيف بيصير عندنا الفارماكو دايناميك توليرانس؟ في عندنا طريقه من الطريقتين، يا اما انه يصير في عندي ديسنسيتايزيشن اوف ذا ريسبتور. شو يعني ديسنسيتايزيشن للريسبتور؟ هلا اذا بتتذكر وزي ما حكينا، انا لما يجي يدخل درج على جسمي، ولنفترض انه هذا هو الدرج وحكينا انه بيكون ليجند، تمام؟ وهي الريسبتور. هلا الريسبتور لازم يكون شكله ملائم لشكل مين؟ الليجند، عشان يربطوا ببعض، هذا بالوضع الطبيعي. فهنا الريسبتور بيكون سنسيتايزد لهذا الدرج، سنسيتيف لهذا الدرج، مجرد ما شاف هذا الدرج دغري بيربط فيه عشان يعطيني ايش؟ الريسبونس. لنفترض انه هذا الريسبتور صار له ديسنسيتايزيشن. شو يعني ديسنسيتايزيشن؟ ديسنسيتايزيشن انه هو تغير شكل الاكتيف سايت تبع هذا الريسبتور. ولنفترض انه الريسبتور مثلث، تمام؟ ولكن سوري، لنفترض انه الليجند مثلث ولكن الريسبتور شكله شكل دائره. هل المثلث هذا اللي هو الليجند او الدرج رح يقدر يربط بهاي الدائره؟ لا. فهون هذا الريسبتور شو بعتبره؟ بعتبره ديسنسيتايزد،
لهذا الدراج. ليش ديسنسيتايز؟ لانه صار في عندي كونفورميشنال تشينجز في الاكتيف سايت، تمام؟ وانتم بتعرفوا انه السريسبتور عباره عن بروتين، فصارت في عندي تغيرات في سلاسل البروتينز هاي، وتغير عندي ايش؟ شكل الاكتيف سايت. فلما صار في عندي هاي الكونفورميشنال تشينجز، صار هذا الريسبتور دخل بمرحله ديسنسيتايزيشن، يعني بطل يتحسس لهذا الليجند، يعني لو شاف هذا الليجند ما رح يربط فيه. طيب بما انه ما ربط في هذا الليجند، يعني الدرج ريسبتور كومبلكس ما تكون، فبالتالي بما انه ما تكون ما رح يقدر يعمل لي ايفوك للريسبونس. طب بما انه ما في ريسبونس، يبقى هذا صار في عندي ايش؟ توليرانس. نعيد، الفارماكوديناميك توليرانس، اول اشي الدرج ليفل ثابته ما عم بتقل، ما عندي مشكله بالفارماكوكينيتكس انا، فبالتالي الدرج ليفل جوا جسمي ثابته. ولكن المشكله وين؟ انه جسمي بطل يستجيب لهذا الدرج في طريقه ما. عندنا طريقتين، يا اما انه الريسبتور يصير فيه كونفرميشنال تشينجز في الاكتيف سايت فيصير ديسنسيتايز، ما يقدر يعمل يعني ما بصير له حساسيه للدرج ولا بيربط فيه، بما انه الريسبتور ما ربط في الدرج او الليجند، فبالتالي ما رح يقدروا يعملوا لي ايفوك للريسبونس. طب بما انه ما في ريسبونس، يبقى هاي مرحله توليرانس، تمام؟ او الطريقة الثانية انه يصير في عندي داون ريجوليشن للريسبتورز. فمثلا اذا استخدمت البيتا 2 اغونست، هلا ايش هم البيتا 2 اغونست؟ هم عبارة عن دراجز بيشتغلوا لي على البيتا 2 ريسبتورز، تمام؟ هلا البيتا 2 ريسبتورز هاي بتكون وين موجودة؟ بتكون موجودة في البرونكاي، في السموث ماسلز، في الاندوثيليال فيسلز والى اخره. هدول البيتا 2 ريسبتورز، تمام؟ الهم دراج معينين بحفزوهم. طبعا إلهم اكشنز برضه رح ندرسهم لقدام، بس هلا مش مهم تعرفوهم. انتوا اعرفوا لي انه البيتا 2 اغونست هدول عباره عن دراجز بحفزوا لي البيتا 2 ريسبتورز، بيعملوا لي اكتيفيشن للبيتا 2 ريسبتور، تمام؟ تمام. هلا انا عندي مريض قاعده عم بعطيه بيتا 2 ريسبتور، سوري بيتا 2 اغونست، يعني عم بعطيه دواء بيعمل لي اكتيفيشن للبيتا 2 ريسبتورز اللي بجسمه. طيب انا ضلتني اعطيه هذا الدرج، فبيجي الجسم بيحكي وبعدين يعني كل شوي بده يضل يدخل لي بيتا 2 بيتا 2 اغونست، بيضل يعمل لي اكتيفيشن للريسبتورز. فالجسم كرد فعل منه شو بصير يعمل؟ بصير يعمل داون ريجوليشن للريسبتورز عشان يخفف من الافكتيفنس تبعت الدرج. تخيلوها معي، انا عندي بيشنت، تمام، قاعد عم ياخذ بيتا 2 اغونست كل يوم، اوكي، جسمي قاعد عم بشوف انه هاي الريسبتورز عم بضلوا يصير لها اكتيفيشن كل يوم، فشو بصير يعطي جسمي؟ بحكي هي مطوله معاه، بده يضل يعمل لي اكتيفيشن للريسبتورز، فانا كيف بدي اسيطر على هذا الدرج واخفف الايفكت تبعه؟ بيروح الجسم بيعمل داون ريجوليشن للريسبتورز، بقلل عدد الريسبتورز يلي رح تكون متوفره انه يربط فيها هذا الدرج، يعني رح يقلل لي عدد البيتا 2 ريسبتورز. لما يقلل لي عدد البيتا 2 ريسبتورز يعني قل عدد الدرج سبستانس اللي رح تربط في الريسبتور، يعني قل عدد الريسبتورز اللي رح تكون اوكيوبايد باي ذا درج. طب بما انه قل عدد الريسبتورز اللي رح تكون اوكيوبايد باي ذا درج، معناته قلت عندك الافكتيفنس اوف ذا درج، معناته قل عندك الريسبونس. طيب نرجع لنفس المبدا، قل ريسبونس يعني توليرانس. يبقى كمان مرة نعيد فكرة الداون ريجوليشن، أنا عندي شخص عم بضله ياخذ بيتا 2 أغونست، يعني عم بضله يعمل أكتيفيشن للريسبتورز، الجسم رح يحكي هي مطولة معاه، ما رح أخليه يضله يعمل لي أكتيفيشن للريسبتورز، فشو بدي أعمل عشان أخفف من الريسبونس تبعت هذا الدرج أو أخفف من الإفكت تبع هذا الدرج؟ بروح بخفف عدد الريسبتورز، بقلل عدد الريسبتورز يلي هو رح يشتغل عليهم، فبصير عندي يلي صفى إنه عدد الريسبتورز يلي رح يربط فيها هذا الدرج ويعمل لها اكتيفيشن رح تكون قليله، فبالتالي الريسبتورز اللي رح تكون اوكيوبايد باي ذا دراج عددها قل. بما انه عددها قل يعني الريسبونس قلت، يعني الايفكت اوف ذا دراج قل، معناته ايش صار عندي؟ صار عندي توليرانس. يبقى بالفارماكوديناميك توليرانس اول معلومه لازم تعرفوها، الدراج ليفل ثابت لا يتغير. ثاني اشي انه في عندي طريقتين، يا اما عن طريق الديسنسيتايزيشن، ديسنسيتايزيشن يعني تغير شكل الاكتيف سايت اوف ذا ريسبتور فبطل يقدر يربط في الريسبتور، سوري بالدرج، يعني صار ديسنسيتايزيشن بروسيس. بما انه صار عندي ديسنسيتايزيشن بروسيس، يعني
الليجنت بطل قادر يربط في الريسبتور، او الدراج بطل قادر يربط في الريسبتور، وبما انه الدراج ما ربط بالريسبتور يعني ما في ريسبونس، يعني توليرانس. تمام. اما بالنسبه لمرحله الداون ريجوليشن او طريقه الداون ريجوليشن، اني انا بضلني اعطي اجونست، فكرد فعل من الجسم بيروح بيقلل لي الريسبتورز اللي بيشتغل عليها هذا الاجونست، فبيقلل عدد الريسبتورز اللي will be occupied by this drug، فبالتالي بيقلل عند الريسبونس. واحنا بنعرف قل ريسبونس، لما يقل ريسبونس شو يعني؟ يعني بتساوي توليرانس. تمام. اي كلمه انا بحكيها عشان لا تضطروا ترجعوا تعيدوا الفيديو، اكتبوها قدامكم. اكيد انا ما رح اكتب لكم كل كلمه، رح اشرح لكم اياها على السلايدات، فانتوا يفضل انكم تكونوا ماسكين ورقه وقلم وتكتبوا معي. تمام. فاتوقع هون الشرح كافي ووافي انه تكونوا فهمتوا. اذا ما فهمتوا بدكم برضه تستفيضوا اكثر، بتقدروا تبعتوا لي، بستقبل الاسئله بقلب رحب يعني. تمام. تمام. يبقى حكينا هذا نوع من انواع الاكوير توليرانس، يلي هو يا اما فارماكوكيناتيك توليرانس يا اما فارماكوداينامك توليرانس، وحكينا فيهم كتير وعدنا وزدنا لحد ما زهقتوا مني. هلا بدنا نيجي نحكي عن سبيشال تايب اوف اكوير توليرانس. طيب قبل ما ارجع على سبيشال تايب، اتذكروا لي انه هذا اللي حكيناه كله على الكرونيك يوز، يعني انا بستخدم الدرج لفتره طويله بعدين بيصير عندي توليرانس، مش من اول مره بدي استخدم الدرج خلاص الجسم بده يبطل يستجيب. لا، شرط التوليرانس اللي انا هلا كنت عم بشرح لكم اياه انه انا عندي ريبيتد يوز لهذا الدرج، عم بستخدمه على فترات زمنيه طويله، مش شهر وشهرين، عم بستخدمه على سنه وسنتين، فبيصير الجسم ايش يعمل توليرانس. اما في عندنا سبيشال تايب من التوليرانس، عشان تكونوا مركزين انا هون صرت السبيشال تايب اوف توليرانس، في عندنا التاكيفلاكسس، وفي عندنا الكروس توليرانس، وفي عندنا البكتيريال ريزيستنس. هلا اول اشي التاكيفلاكسس، اول اشي بخطر على بالكم تاكيفلاكسس، تاكيفلاكسس يعني اكيوت توليرانس مش كرونيك، اكيوت. اكيوت يعني انا ما عم بعمل ريبيتد يوز، لا يمكن اول مره او تاني مره استخدم فيها الدرج يصير لي توليرانس بسرعه، فهو ايش بيعتبر اكيوت توليرانس. بات the same original effect cannot be obtained by increasing the dose. إذا بتتذكروا لما بلشت أحكي لكم عن التوليرانس، حكيت لكم أول إشي إنه هو by chronic use بيصير، تاني إشي إنه لما يصير عندي توليرانس الجسم رح يحتاج إلى دوز أكبر عشان يرجع يعطيني نفس الإفكت اللي أعطاني إياه لما أخذت الدواء لأول مرة. أما بالتاكيفلاكسس اللي هو أول إشي اختلافه عن التوليرانس إنه هو أكيوت بينما التوليرانس هو كرونيك، تاني إشي إنه التاكيفلاكسس ما رح أقدر أخذ نفس الإفكت يلي أنا بدي إياه حتى لو زدت الدوز، التاكيفلاكسس خلص ما رح يرجع يستجيب نون ريسبونسيف، ورح يضل نون ريسبونسيف حتى لو زدت الدوز، على عكس التوليرانس. التوليرانس اللي حكينا عنه فوق الكرونيكلي، كنت زدت الدوز بقدر اتغلب على التوليرانس. اما بالتاكيفلاكسس اول اشي انه اكيوت وما بقدر اتغلب على النون ريسبونسيفنس عن طريق زيادة الدوز. تمام. فهو مثلا اكزامبل عليه التوليرانس افتر فيو دوز اوف افيدرين due to depletion of the norepinephrine. طيب ايش هو الافيدرين؟ هلا الافيدرين هو عباره عن دراج بيعتبر سمباثوميميتك. شو يعني سمباثوميميتك؟ يعني هو اذا دخل على الجسم بروح بيحفز لي جهاز السمباثيتك نيرفس سيستم، وبروح بيشتغل لي على الادرينرجيك ريسبتورز اللي هم الالفا والبيتا. ولكن هذا الافيدرين في اشي مميز انه هو بيشتغل لي يا اما دايركتلي انه بروح دغري على الالفا والبيتا ريسبتور اللي هم بيعتبروا ادرينرجيك ريسبتور، وبيخليهم سنسيتيف. تمام. بيخليهم اكتف وبيشتغلوا. او اندايركتلي، شو بيعمل اندايركتلي؟ بيروح على مخازن النور ابنفرين او الادرينالين والنور ادرينالين. تمام. وبيحفز انهم يطلعوا برا، يعني بيحفز الريليز اوف نور ابنفرين ان ابنفرين. تمام. يبقى الافيدرين هو عباره عن سمباثوميماتيك، دايركتلي بيشتغل لي على الادرينرجيك ريسبتورز وبيحفز لي اياهم، بيحفز لي السمباثيتك اكتيفيتي. او indirectly بيروح على مخازن نور ابنفرين والابنفرين وبيطلعهم، بيعمل لهم ريليز. تمام. تمام. هلا كيف بيصير عندي توليرانس للافيدرين؟ هلا مش حكيت لكم انه هو indirectly بيروح على مخازن النور ابنفرين؟ يس.
طب هلا اذا انا ضليتني استخدم افدرين افدرين افدرين، والافدرين حفيظ السلامه بضل يروح لي على المخازن ويضل يعمل لي ريليز للنور ابنفرين، هذا المخزن اللي بجسمي رح يوصل لمرحله ويخلص يبطل فيه نور ابنفرين وابنفرين، فشو الفائده اذا اخذت انا افدرين؟ يعني انتم تخيلوا معي مخزن انا معبيه فيه مثلا لنفترض حاطه انا باص، اوكي؟ وفيه طلاب، حطوا لي الباص هو المخزن والطلاب هم النور ابنفرين، تمام؟ والشخص اللي واقف على الباب وبيطلع لي الاشخاص برا الباص او الطلاب برا الباص هو الافدرين، تمام؟ فالافدرين هذا رح يضل يطلع لي طلاب من الباص، تمام؟ على فترات طويله. طلع لي الطلاب كلهم بعد الريبيتد يوز، تمام؟ مثلا استخدمه مره ومرتين، بعد بالمره الثانيه طلع لي كل الطلاب الموجودين بالباص. يعني معناته الافدرين طلع لي كل النور ابنفرين والابنفرين اللي موجودين جوا المخزن بجسمي، تمام؟ فبالتالي هلا المخزن فاضي، ما في لا نور ابنفرين ولا ابنفرين، فشو الفائده اذا انا اخذت كمان مره افدرين او زدت الدوز تبعت الافدرين؟ ما رح استفيد. عشان هيك التكيفلاكسس للافدرين ما بقدر اتغلب عليه عن طريق زياده الدوز، لانه انا ما رح استفيد. انا شو استفدت اذا زدت الافدرين؟ اوكي، وهو الاكشن تبعه اندايركتلي انه يروح يزيد لي الريليس تبع النور ابنفرين والابنفرين، ولكن المخزن تبعي تبع النور ابنفرين والابنفرين اصلا خلص. فاذا انا اخذت افيدرين او زدت الدوز تبعت الافيدرين ولا كاني بعمل إشي، تمام؟ يا ريت تكون وصلت الفكره، يعني اشبهت لكم اياها بطلاب مدارس وباصات، فيعني اكثر من هيك صعب اوصل، تمام؟ فنرجع نعيد، تاكيفلاكسس اول إشي اكيوت توليرنس بيصير بعد مره او مرتين من استخدام الدواء، على عكس التوليرانس اللي حكينا عنه اللي هو بعد كرونيك يوز، ممكن بعد شهر شهرين سنه سنتين، هذاك كرونيك يوز، هذا اكيوت يوز. وحكينا التوليرانس بقدر اتغلب عليه عن طريق زياده الدوز، اما بالتكيفلاكسس ما بقدر اتغلب عليه عن طريق زياده الدوز، زي مثال الافيدرين اللي بيروح على المخازن وبيطلع لي نور ابنفرين، استخدمته مره ضل لي شوي بالمخزن، المره الثانيه بطل عندي ولا حته نور ابنفرين جوا المخزن. طب هلا اذا انا المخزن عندي فاضي وزدت الدوز تبعت الافيدرين، شو استفدت؟ الافيدرين رح يروح على المخزن الاقيه فاضي، فولا كاني استفدت إشي، تمام؟ فبالتالي الافيدرين بيعتبر من مثال التكيفلاكسس توليرنس، تمام؟ يبقى اللي هو بيعتبر acute tolerance. هذا أول نوع من أنواع الـ special type of acquired tolerance. النوع الثاني من الـ special type of acquired tolerance اللي هو الـ cross tolerance. شو هو الـ cross tolerance؟ اللي هو tolerance to related drugs، تمام؟ فمثلاً لنفترض مجموعة البنسلينز. هلأ مجموعة البنسلينز هي عبارة عن مجموعة واسعة من الأدوية إلهم نفس التركيب. هم عبارة عن إيش البنسلينز؟ بيكون عبارة عن بيتا لاكتام دراجز، فيهم بيتا لاكتام رينج وإلى آخره، تمام؟ طيب إذا واحد عنده مثلا، أنا عندي دواء بنسلين وعندي دواء أموكسيسلين، هدول الاثنين نفس المجموعة. طب يلي أخذ بنسلين وكان عنده حساسية من البنسلين، صح رح يكون عنده حساسية لنفس الأدوية اللي من مجموعة البنسلين زي الأموكسيسلين دوكسيسلين وإلى آخره؟ يس. فبالتالي الكروس توليرانس انه اذا واحد اخذ دواء من مجموعه معينه وكان عنده حساسيه من هذا الدواء، فهو اكيد رح يكون عنده حساس سوري رح يكون عنده حساسيه لباقي الادويه، تمام؟ هاي كروس اليرجي. برضه نفس الشيء كروس توليرانس، يعني اذا كان عنده اذا اخذ دواء معين اوكي من مجموعه معينه واخذه ريبيتد يوز اوكي وصار عنده توليرانس لهذا الدرج، معناته صار عنده توليرانس لجميع الادويه اللي بنفس المجموعه. فالكروس توليرانس يسوها وشبهوها في الكروس اليرجي، ولكن الفرق انه هذيك اليرجي تحسس، اما الكروس توليرانس انه الجسم بطل يستجيب لهذا الدرج. فانا مثلا مجموعه البنسلين اخذت بنسلين استخدمته لفتره طويله، جسمي هسه تعود على البنسلين وبطل له ريسبونسيف، يعني بطل ريسبونسيفنس لهذا الدرج، فبالتالي رح يكون نوت ريسبونسيف برضه لنفس الدرجز اللي بنفس المجموعه تبعت البنسلين. وبنفس الشيء عندنا مثال لكروس توليرانس بتوين ذا ديفرنت نمبر ممبرز اوف اوبيويدز، تمام؟ تمام. هلا في عندنا شيء اسمه بكتيريا ريزيستنس. هلا البكتيريا ريزيستنس هو نوع من انواع التوليرانس، ولكن هذا مش ما بيصير باجسامنا. هلا هو كيف بيصير؟ تذكروا لما شرحت لكم قصه الريزيستنت للاموكلان، ولما حكيت لكم انه البكتيريا مثلا لما اجي استخدم الاموكسيسيلين
إذا استخدمته لحاله البكتيريا رح تطلع لي إشي اسمه البيتا لاكتاميز. هذا البيتا لاكتاميز رح يروح يكسر لي البيتا لاكتام رينج اللي بالأموكسيسيلين، فالأموكسيسيلين اللي بطل فانكشنال، فبالتالي البكتيريا عملت ريزيستنت لهذا الدواء، تمام، وما أثر عليها وما قدر يقتلها. حكيت لكم عشان أتغلب على هذا الريزيستنت كنت أحط الأموكسيسيلين مع الكاليفيولينيك أسيد. الكاليفيولينيك أسيد هو عبارة عن بيتا لاكتام دراج، فوظيفته هو مش أكتف، هو بس كان يعمل لي بوتنشيشن لمين؟ للأموكسيسيلين. كيف؟ عن طريق إنه يمنع لي الريزيستنت. طب كيف؟ عن طريق إنه هو بيتا لاكتام دراج والبكتيريا رح تنخدع فيه، رح تشوفه بيتا لاكتام هيك حلو وهي عندها بيتا لاكتاميز، فالبيتا لاكتاميز بتروح بتحطه على البيتا لاكتام يلي هو الكاليفيولينيك أسيد، وتترك الأموكسيسيلين بحاله، تمام، والأموكسيسيلين بروح بيقتلها كأنه غدرناها للبكتيريا اللي ما عملنا هاي الحركة، تمام. فهذا هو الريزيستنس يلي موجود للأنتي مايكروبيالز دراج، تمام. يبقى السبيشال تايب اوف ذا اكويرد ريزيستنس، سوري اكويرد توليرانس، عندنا التاكيفلاكسس وحكينا انه هو اكيوت وعرفنا ايش خصائصه، والمثال المشهور عليه الافيدرين، وحكينا عن الكروس توليرانس وحكينا عن البكتيريال ريزيستنس، تمام. هدول كلهم عبارة عن acquired tolerance، يعني هدول أنا بصير عندي tolerance على repeated use وأنا ما بنولد بهذا tolerance. أما congenital tolerance هذا بيكون خلقي، يعني أنا انولدت فيه. فمثلا عندنا إشي اسمه racial tolerance، مثلا النيكروز أو الأفارقة أو اللي هم بيكون عندهم البشرة السمراء بيكونوا resistant to ephedrine، فبالتالي إذا أخذوا ephedrine اوكي ما رح يستجيبوا، حيكونوا نون ريسبونسيف. شو يعني ريزيستنت؟ يعني هم ما عندهم نو ريسبونس تو افيدرين، يعني حتى لو اعطيتهم افيدرين الافيدرين ما رح يعمل لي الشغل اللي انا شرحت لكم اياه فوق، تمام. وفي عنا اشي اسمه سبيشيس توليرانس، فمثلا عنا الرابتس اللي هم الارانب توليريت لارج اماونت اوف ايش اوف اتروبين. هلا الاتروبين هو عباره عن انتي ماسكرينيك دراج، تمام، بيروح بيشتغل لي على الماسكرينيك ريسبتورز اللي حكيت لكم عنهم اللي هم من ضمن مجموعه مين؟ الكولينرجيك ريسبتورز. هلا احنا عندنا ام 1 مثلا ماسكرينيك ريسبتورز في الدماغ، عندنا الام 2 في القلب، والام 3 بتكون في السموث ماسلز والى اخره، تمام. فالاتروبين بيروح بيعمل لي ايش؟ بيعمل لي بلوك على الام 1 والام 2 والام 3، تمام، فبيعمل لي بلوك للاكشنز تبعتهم. من ضمن الاكشنز تبعتهم على سبيل المثال انه بيعمل لي ايش لما الاتروبين يعمل لي انتي ماسكرينك اكتيفيتي، مثلا بيروح على الايز مثلا على سبيل المثال، وبيعمل لي شيء اسمه المايدريسز. مايدريسز اللي هو انه بيصير في عندك ديليشن في البيبل او اللي هي عدسه العين بتتوسع، تمام. هلا الربتس اذا انا اعطيتهم قطرات الاتروبين، تمام، ما رح الاقي انه مثلا عيونهم عم تتوسع لانهم هم بيعملوا توليريت لهذا الاتروبين. شو يعني توليريت؟ يعني هم نون ريسبونسيف لهذا الاتروبين. وفي عندنا برضه شيء اسمه انديفيدوال توليرانس، هاي بتكون ديو جينيتك فاريشن، يعني انا من شخص لشخص تاثير الادويه بيختلف، ممكن انا دواء ما ياثر علي زي ما بياثر على دواء على شخص اخر، تمام. فهو بيكون اكوردنج تو ذا انديفيدوالز ان ذا بوبوليشن، بيعتمد على الجينيتك ايش فاريشن، تمام. ان شاء الله انه يكون تمام. هلا هون حكينا عن ايش؟ فوق حكينا عن التوليرانس. توليرانس نون ريسبونسيفنس، في عندنا كرونيك اللي هو التوليرانس العادي، وفي عندنا الاكيوت اللي هو التاكيفلاكسس، وحكينا عن سبيشال تايب من التوليرانس. هلا بدنا نيجي نحكي عن الدراج انتوليرانس. دراج انتوليرانس يعني عكس التوليرانس، يعني بدل ما يكون هايبر رياكتيفيتي حيكون هايبر رياكتيفيتي او هايبر سسبتيبيليتي. شو يعني؟ يعني الدراج لما اخده بيعطيني اكزاجريتد فارماكولوجيكال ريسبونس تو ذا يوجوال دوز اوف ذا دراج، يعني انا باخذ دوز عاديه من الدراج بلاقيه عمل معي ريسبونس جدا كبيره غير عن الريسبونس المعتاده، تمام؟ تمام. طب هاي الدراج انتوليرانس او الهايبر رياكتيفيتي لدراج معين كيف بتصير؟ بتصير عن طريق مثلا increase sensitivity of the receptor. شو يعني increase sensitivity of the receptor؟ يعني بلاقي الريسبتور هيك واقف بحاله بس يشوف الدراج دغري بربط فيه، بيكون جدا حساس لوجود الدراج، فمجرد ما يشوفه بلقطه وبيمسك فيه فبيعملوا لي ايفوك للريسبونس بسرعه، تمام. هذا عكس ايش؟ عكس الديسنسيتايزيشن اللي حكينا عنها فوق. اما هون لا، بيصير في عندك increase sensitivity، يعني الريسبتور مجرد ما يشوف الدراج بعبطه حرفيا، يعني خلص بمسك فيه وبيعطونا الريسبونس،
فبيكون عنده سنسيتيفيتي عالية تجاه هذا الدرج. هاي أول ميكانيزم. ثاني ميكانيزم إنه يكون عندي أب ريجوليشن أوف ذا ريسبتورز. هاي عكس القصة اللي حكيت لكم إياها لما حكيت لكم عن البيتا 2 أجونست. تخيلوا إني أنا عم باخذ بيتا ريسبتور بلوكر، تمام؟ أنا عم باخذ بيتا أنتاغونست، تمام؟ بيتا أنتاغونست يعني هاي الأنتاغونست رح تعمل لي بلوك للأكشن أوف ذا بيتا ريسبتورز، تمام؟ فبالتالي لما أدخل البيتا أنتاغونست على جسمي بيروح على البيتا ريسبتور وبيعمل لها بلوك. طيب؟ طيب برضو نرجع نعيد القصة ونعكسها. أنا عم بضلني أخذ بيتا بلوكر، أوكي؟ جسمي عم بشوف إنه هاي ريسبتورز يا حرام عم بضل يصير لها إنهيبيشن. طيب أنا بدي أخفف من تأثير الإنهيبيشن هذا، شو بدي أروح أعمل؟ بدي أروح أزيد الريسبتورز أطلعهم على عكس هذاك، هذاك كان يعمل داون ريجوليشن للريسبتور، لا هذا بيزيد الريسبتورز، تمام؟ عشان يتغلب على الأنتاغونيزم. طيب يبقى كمان مرة لما أخذ أنتاغونيزم for a long time بيصير في عندي upregulation للريسبتورز. لما يصير في عندي upregulation للريسبتورز، تمام، شو بيصير في عندي؟ انتوا تخيلوا انه انا بعطي بيتا انتاغونست لشخص لمدة مثلا 3 شهور، وخلال هاي 3 شهور كل ما اعطيه بيتا انتاغونست الجسم بيستجيب عن طريق انه ايش؟ بيزيد للريسبتورز. طيب طيب رحت انا اذا كنت دكتورة مش شاطرة وحكيت للمريض شفت البيتا انتاغونست اللي انا وصفت لك اياه، وقفوا اليوم، هيك حكيت له، قلت له يا وقفوا هلا، بدي اياك توقف الدواء هلا، تمام؟ يعني انا عملت له سادن ستوب لهذا الدرج. شو بصير هلا؟ انا بجسمي البيتا ريسبتورز هاي اللي صار لها اب ريجوليشن، لا تنسوا انه بجسمي في شغلات طبيعيه زي النور ابنفرين اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين بيروح بيشتغلوا على هاي البيتا ريسبتورز. فانتوا تخيلوا انا وقفت الدواء فجاه واصلا انا عندي اب ريجوليتد ريسبتورز وفضل جولني للسبستنس اللي هي موجوده بجسمي اللي هي زي الادرينالين والنور ادرينالين، وراحوا ربطوا على كم الهائل من هاي الريسبتورز. فشو رح يصير في عندي؟ رح يصير عندي إشي اسمه الويذدرول افكت. يعني بدل، يعني مثلا خليني احكي لكم مثال. هلا لنفترض انه البيتا 2 انتاغونست، تمام، هذا شو بيعمل؟ البيتا 2 انتاغونست بمنع لي الفيزوديليشن. هلا البيتا 2 ريسبتورز اذا ربط عليها مثلا الادرينرجيك نيوروترانسميترز مثلا بصير في عندي فيزوديليشن للبلد بيسلز، تمام تمام. اجيت اخذت انتاغونست لفتره طويله، هلا الانتاغونست شو رح يعمل لي؟ رح يعمل لي كونستريكشن للبلد بيسلز عكس الديليشن، تمام تمام. هلا انا اخذت الانتاغونست اللي بيعمل لي فيزو كونستريكشن او بيعمل لي كونستريكشن في البلد بيسلز لفتره طويله ووقفته فجأة، تمام؟ تمام، حكينا إنه الأنتاغونست صار كان عامل لي إيش؟ أب ريجوليشن للريسبتور، تمام؟ طيب، وعندي النورمال سبستنس وهاي الكم الهائل من هاي الريسبتورز إجوا يشتغلوا عليها، فإجا الأدرينالين وارتبط في البيتا 2 ريسبتور يلي موجود على البلد فيسلز، تمام؟ والإفكت الطبيعي تبعه إنه يعمل لي فازوديليشن، رح يعمل لي إيش؟ رح يعمل لي سيفير فازوديليشن. وممكن يدخل المريض بحالة هايبوتنشن. فهمتوا؟ يعني أرجع أعيد لكم القصة، هو صعب عليكم تفهموا المثال لأنه هذا المثال لقدام لما تعرفوا شو هي البيتا 2 ريسبتورز وإيش هي البيتا 1 وإيش هي الألفا 1 وإيش الألفا 2 وكيف بيشتغلوا عليهم الأدرينرجيك نيوروترانسميترز وإلى آخره. هذا بدكم يعني محاضرات عشان تفهموا، فخليني أرجع أعيد لكم القصة تبعت الـ upregulation of the receptors. أنا عندي بيتا 2 receptors، الوضع الطبيعي تبعها إنه إذا اشتغل عليها الأدرينالين والنور أدرينالين اللي بجسمنا بيعملوا لي vasodilation مثلا على سبيل المثال، أوكي؟ يبقى بيتا 2 receptor vasodilation في الوضع الطبيعي، أوكي؟ رحت أنا أخذت antagonist يعني عملت بلوك لهاي الريسبتور، ما رح يصير عندي vasodilation، رح يصير في عندي vasoconstriction. طيب vasoconstriction ضل عندي هذا الإشي أخذته لفترة طويلة اللي هو البيتا 2 أنتاغونست، صار في عندي أبريجوليشن أوف ذا ريسبتور، وقفت هذا الدواء فجأة والريسبتور لساتها أبريجوليتد، عندي عدد كبير من الريسبتورز، رح يجوا النورمال أدرينرجيك نيورو ترانسميترز يشتغلوا عليها. لما يشتغلوا على هذا العدد الهائل من الريسبتورز رح يعملوا لي عكس الإفكت، بدل ما يعملوا لي فازوديليشن طبيعي وحلو رح يعملوا لي هايبوتنشن،
تمام؟ فهيك أنا أذيت المريض. فبالتالي بالأبريجيليشن أوف ريسبتور اللي بيصير على الرونج يوز أوف أنتاغونست، تمام؟ فور إكزامبل بيتا بلوكر، وي شود ستوب ذا دراج جرادولي، تمام؟ تمام. هلأ في عنا برضو إشي اسمه الأدرينالين إنتيروتوكسوسز. هلأ الثيروتوكسيكوسز هاي اللي هي عملية اللي هو مرض الهايبرثيروديزم، بيكون عنا إفراز الثيرويد هرمون عالي. هلأ الثيرويد هرمون إله تأثير على الأدرينرجيك ريسبتورز، بيزيد عندي السنسيتيفيتي أوف أدرينرجيك ريسبتورز. أوكي، فبالتالي رح تكون الأدرينرجيك ريسبتورز حساسة للأدرينالين على سبيل المثال. فإذا اجيت عطيت لواحد أدرينالين في حالة الثيروتوكسوسز، هيك أنا رح أدخل المريض في حالة إشي اسمه سيمباثيتك كرايسز، ورح يصير في عنده فيزو كونستريكشن وهايبرتنشن وشغلات السيمباثيتك نيرفس سيستم. تمام؟ تمام. هلأ بالنسبة للسايكولوجيكال أو الإيميشنال فاكتور، هذا بتعتبر من البيشنت فاكتورز اللي بتأثر على الدراج ريسبونس. هلأ بيحكي لنا في إشي اسمه البلاسيبو. البلاسيبو هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن inert medication formed of sucrose or lactose، يعني هاي عبارة عن حبة بتشبه حبة الدواء، بس هي ما بتعمل تأثير دواء، يعني هي لو أنا أخذتها هي ما بتعالج لي إشي، هي بس عبارة عن سكروز أو لاكتوز. ولكن إيش الفكرة منها؟ الفكرة منها إنه إحنا نفسياً لما نأخذ، لما نكون مثلاً عم نتألم وناخذ مسكن، لأنه إحنا عارفين إنه هذا مسكن، نحكي يلا هلأ شوي وبنخف، وفعلياً بنخف، فلأنه إحنا فعلياً ماخدين مسكن ومتعودين إنه هاي المسكنات بتخفف ألمنا، فإحنا نفسياً مرتاحين لهذا الدواء إنه رح يخفف لي ألمي. تمام؟ تمام. هلأ أدوية البلاسيبو إيش الهدف منها؟ أنا أحاول أكتشف هذا المريض يلي مثلاً عم بيحس بألم، هل الألم تبعه عم بيخف لأنه عم ياخد هذا الدواء، لأنه هو مقتنع إنه عم ياخد هذا الدواء؟ يعني هلأ هو بياخد مسكن وهو مقتنع إنه لما ياخد هذا المسكن الألم تبعه عم بيخف. طيب لو أنا رحت إيش ما حكيت للمريض، أوكي، وأعطيته حبة بلاسيبو على أساس إنها حبة مسكن، أوكي، وهاي حبة البلاسيبو كانت عبارة عن حبة سكروز، أوكي، أو لاكتوز، يعني مش حبة دواء، مش حبة مسكن، أعطيته إياها بعد كم من بعد مثلا نص ساعة ساعة بحكي لي والله خف الألم وهيني تحسنت، معناته المشكلة عنده سايكولوجيكال، إنه هو رابط إنه الألم تبعه رح يخف مجرد ما أخذ حبة المسكن هاي، لمجرد إنها عرف إنها هاي حبة مسكن، ولكن بالحقيقة أنا أعطيته حبة دواء بلاسيبو اللي هو بيعتبر إيش؟ بيعتبر سكروز أو لاكتوز مش مسكن. فهون أنا اكتشفت إنه فعلياً هذا المريض هو ما عنده ألم، هي المشكلة عنده نفسية أكثر من إنها تكون جسدية. تمام؟ فبالتالي some patient may respond to a placebo نفس الطريقة اللي بيستجيب فيها للأكتيف دراج زي المثال اللي شرحت لكم إياه تبع المسكن. فالبلاسيبو may be used for psychological therapy للعلاج النفسي and in control studies to differentiate true drug effect from the secondary psychological factors. Secondary psychological factor اللي هو كيف المريض بيحس تجاه هذا الدواء. يعني مثلا في ناس فعليا مثلا بيكون عندهم ممكن يكونوا هم حاسين انهم بتألموا، تمام؟ فبيحكوا انا بدي اخذ مسكن، عندهم المسكنات هم الاساس لتخفيف الالم، بيجي بياخذ هذا المسكن برتاح. اجيت انا ايش حاولت اشوف يعني احل مشكلته، اشوف هو فعليا عنده بين ولا هو بس سايكولوجيكال نفسيا عاد برتاح لهذا المسكن، رحت غيرت المسكن بحبه بلاسيبو. لما اخذ البلاسيبو طيب لقيت انه بيحكي لي والله ما خف الالم، غريب، معناته هذا البيشنت فعليا عنده بين جسدي، تمام؟ فالبلاسيبو ما نفع معاه. اما في ناس تانية بيكون عندهم الاشي سايكولوجيكال اكثر من انه هو جسدي، فبيكون هو مفكر انه هو عنده الم واذا اخذ المسكن رح يرتاح، فانا بخدعه وما بعطيه هذا المسكن وبعطيه حبه بلاسيبو بلاقيه ارتاح، فبالتالي رح اكتشف انه هو سايكولوجيكال مرتاح لهذا الدرج، ولكن هو البين تبعه ما خف، ما كان عنده اصلا بين، تمام؟ فقصة البلاسيبو هذا نفسي اكثر من انه يكون جسدي. اوكي اوكي. هلا نيجي نحكي عن الدراج ديبندنس. الدراج ديبندنس هو عباره عن ايش؟ انه انا جسمي قاعد عم بيتعود على هذا الدراج او هذا السبستنس اللي انا عم باخده. في عنا نوعين، هلا الدكتور كاتبها هابيتيشن، بس انا بعد ما بحثت بالموضوع هي اسمها هابيتويشن، فما بعرف، خلينا نعتمد هابيتيشن هابيتويشن واللي بيصحح لكم اياه الدكتور هو الصح. بس احنا قلنا الفكره،
هلا في عندنا الدراج ديبندنس من قسم، يا اما انه يكون هابيتويشن او هابيتيشن، يا اما انه يكون ادكشن. هلا في فرق شاسع بين المصطلحين. هلا بالنسبه للهابيتيشن او الهابيتويشن، هذا بيكون إشي سايكيك، يعني بيكون إشي سايكولوجي. انا متعوده مثلا اشرب كاسه او فنجان قهوه الصبح، فسايكولوجيكال اذا انا ما شربت فنجان القهوه هذا طول اليوم بحس حالي في إشي ناقص عندي، متوتره، مش مرتاحه، مش مبسوطه، فلاني انا ما شربت فنجان هذا القهوه، فهي شغله نفسيا ولكن ما بتاثر لي على جسديا. يعني انا لو ما اخذت هاي الشغله، لو ما اخذت هذا الدرج او ما اخذت مثلا كاسه فنجان القهوه هذا، ما رح يصير في عندي فيزيكال ديستيرب، ما رح احس بالم بكل جسمي، ما رح يصير في عندي تشنجات، ما رح احس انه انا مش قادره لازم اشرب هسه فنجان قهوه. لا، الهابيتيشن يعني انا متعوده اشرب مثلا فنجان قهوه الصبح، اذا ما شربته بحس يومي ناقص، مودي مش تمام، لا بصير عندي ايموشنال ديستريس. تمام، هذا هو الهابيتويشن، فهو بيعتبر سايكاتريك اكتر، يعني بيعتبر يعني عنده سايكولوجيكال افكت اكتر. تمام، يعني بيأثر على نفسيتي اكتر. فاذا انا وقفت دغري هذا الدرج او هذا السبستانس اللي انا باخده، رح يصير عندي ايموشنال ديستريس، يعني انا نفسيا بكون مش مرتاحة، ولكن فيزيكالي ما فيني اشي، جسديا انا وضعي تمام، لا عندي الم ولا انه انا يعني ميتة واشرب هذا الاشي، ميتة واني اخده، لا مش ما وصلت لهاي المرحلة. تمام، زي لما الناس بتدمن على شرب القهوة كل يوم الصبح او شرب الشاي، تمام، لانهم عبارة عن كافيين، واحنا بنعرف انه الكافيين مادة يعني ممكن انه مش ندمن عليها، بنتعود انه نشربها، فبالتالي خلص بصير يومنا ما يكمل الا فيها. ولكن اذا وقفتها بتأثر الشغلة علي نفسيا بس ما بتأثر علي جسديا. اما في الادكشن اللي هو الادمان واللي هو فعلا خطر، اللي هو بيعتبر سايكولوجيكال وفيزيكال مع بعض، يعني مش بس نفسيا، لا المريض بيكون انستابل نفسيا وجسديا. فبالتالي اذا كان عم ياخد مثلا زي المورفين او زي الباربيتوريت والسموكينج، هدول ادويه الادكشن او السموكينج اللي هو الناس اللي بتكون مدمنه على التدخين، اذا وقفوه فجاه نفسيا بيكونوا غير مستقرين وجسديا بيكونوا غير مستقرين، فبيصير عندهم إشي اسمه الويذدرول سيمبتومز. فالناس اللي بتعالجوا من اللي بيكونوا مدمنين مخدرات والى اخره، لما يتعالجوا بيعالجوهم بالتدريج، مستحيل يسحبوا منهم هاي المخدرات مرة واحدة. ليه؟ لأنه بيصير عندهم إشي اسمه withdrawal symptoms، وهي symptoms خطرة جدا. بيصير المريض يهلوس، بيصير عنده وجع بكل جسمه، بيصير عنده itchy وdepression وirritability وانزونيميا، فبتكون حالته جدا صعبة. تمام، يعني هذا الاشي اللي هو sudden withdrawal او sudden stoppage of this drug or this substance اثرت عليه نفسيا وجسديا، عملت له بين بكل جسمه، معناته هذا فعليا مدمن. اما بالhabituation انا يعني نفسيا عم بيأثر علي هذا الموضوع، لاني متعودة اني اشرب كاسة، خلينا نحكي عن القهوة اقرب اشي، متعودة اني اشرب قهوة، اذا ما شربت بحس انه انا مش مرتاحة او نفسيا مش مرتاحة، حاسة يومي مش كامل، فالاشي بيأثر علي نفسيا. اما بالادكشن بيأثر علي نفسيا وجسديا، وبيصير عندك اشي اسمه withdrawal symptoms، وهي symptoms جدا صعبة، بيصير المريض يهلوس ويحس ببين بكل جسمه. تمام؟ تمام، فياريت يكون وضح الفرق بين الهابيتويشن او الهابيتيشن والادكشن. تمام؟ تمام. هلأ الفاكتور التاسع من اللي هو بيكون related لل patient اللي هي الجينيتك ابنورماليتي او الايديوسينكريسيا. الايديوسينكريسيا هذا مصطلح جدا مهم في الفارماكولوجي، لازم تكونوا عارفينه. وهو عباره عن ايش؟ هو عباره عن الابنورمال ريسبونس تو ا دراج ديو تو جينيتك ابنورماليتي ان دراج ميتابوليزم. تمام، يعني انا كشخص وكجينات تختلف جيناتي والريسبونس تبعتي لدواء للادويه عن الريسبونس تبع شخص اخر مش من عيلتي وما بعرفه ولا هو بيعرفني، فهي اسمها اشي اسمه الايديوسينكريسي، يعني بيكون عندي abnormal response to drugs due to genetic abnormalities. يبقى الايديوسينكريسي abnormal response to drugs due to genetic abnormalities in drug metabolism. فعلى سبيل المثال رح نيجي نحكي عن مثلا الاسيتيليشن بوليمورفيزم. هسا انتو بتعرفوا الميتابوليزم بجسمنا بيصير عن طريق عدة طرق او عن طريق عدة عمليات، من ضمنهم الاسيتيليشن. هلأ الناس بنقسموا بتقسموا الى جروبينز الى جروبينز الى تو جروبس من ناحية الاسيتيليشن. في عنا الربد وفي عنا السلو اسيتيليترز، يعني في ناس عملية الاسيتيليشن عندهم سريعة جدا،
يعني ميتابوليزم سريع جدا، وفي ناس عندهم عمليه الاستيليشن جدا بطيئه، يعني بيعتبروا سلو استيليترز. طب هذا كيف بياثر من ناحيه الادويه؟ في عندنا ادويه معينه ممكن تتاثر في عمليه الاستيليشن. على سبيل المثال في السلو استيليترز اذا اخذوا الايزونايازايد، هلا هذا الدواء دائما عندي صعوبه في نطقه فايتس اوكي. الايزونايازايد هذا الدراج مين للميتابوليزم تبعه بيعتمد على عملية يبقى الميتابوليزم أو ميتابوليزم مينلي عن طريق الأسيتيليشن. تمام. فلنفترض هذا الأيزونايازايد أعطيته لسلو أسيتيليتر وهو أصلا مينلي بيعتمد على إيش الميتابوليزم تبعه للأسيتيليشن، وانا اعطيته لسلو استيليتر رح يصير في عندي اشي اسمه بريفرال نيوروباثيز. ليش رح يصير عندي بريفرال نيوروباثيز؟ لانه السلو استيليتر هدول ما قدروا يعملوا لي ميتابوليزم للايزونيازايد، فالايزونيازايد زاد تركيزه جوا جسمي ما قدرت اتخلص منه، فبيروح الايزونيازايد يلعب بباثوي مهم بجسمنا وهي عمليه صناعه الفيتامين بي 6 اللي هو البيرودوكسين ميتابوليزم. فشو بيروح بيعمل؟ بيروح بيعمل لي انهبت لانزيم اسمه البيرودوكسين فوسفوكاينيز، تمام، فبيوقف لي عمليه صناعه الفيتامين بي 6، فبيصير في عندي شيء اسمه بريفيرال نيوروباثيز. وانتم بتعرفوا انه فيتامين بي 6 مهم للسنترال نيرفس سيستم والبريفيرال نيرفس سيستم، فبالتالي اذا الفيتامين بي 6 ما تكون جوا جسمي بيصير عندي بريفيرال نيوروباثيز. فهدول السلو استيليترز لما ياخذوا الايزونايازايد اللي بيعتمد عملية الاستيليشن وما يصير له استيليشن وما يصير له ميتابوليزم، بروح بلعب بالباثوي تبعت البيرودوكسين ميتابوليزم وبيأثر عليها وبيعمل انترفير في البيرودوكسين ميتابوليزم، فبيصير في عندي بريفيرال نيوروباثيز. فبالتالي الايزونايازايد بعطيه اذا بدي اعطيه للسلو استيليتر ومضطر اعطيه لهدول الجروبس لازم اعمل دوز ادجستمنت وانتبه لانه ممكن يعمل لي من الادفيرس افكت تبعته انه يعمل لي بريفيرال نيوروباثيز. تمام. هلا عندنا برضو إشي اسمه الهيدروليزين. الهيدروليزين هذا بيعتبر فيزوديليتر، بستخدمه في الكونجستيف هارت فيلر، بستخدمه في حالات الهايبرتنشن، اسكيميك هارت ديزيزز والى اخره. هلا الهيدروليزين هذا اذا اعطيته للسلو اسيتيليتر رح يصير في عندك سيستم كلوبس اريثيماتوسيس لايك سيمبتومز، تمام. ليش؟ لانه هو اصلا بيعمل لي فيزوديليشن، فممكن يصير في عندك سيمبتومز شبيهه في السيستم كلوبس اريثيماتوسيس اللي هو يعتبر اوتو اميون ديزيز. هلا مش رح يصير عندهم سيستم كلوبس اريثيماتوسيس، لا رح يصير عندهم سيستم كلوبس اريثيماتوسيس لايك سيندروم او لايك سيمبتومز. تمام. يبقى الايزونايازايد والهيدرالازين انتبهوا عليهم بالنسبه للسلو اسيتيليتر وشو الادفيرس افكت اللي ممكن تصير اذا انا استخدمتهم في السلو اسيتيليترز. اما بالنسبه للريبيد اسيتيليترز اذا استخدمت الايزونايازايد شو رح يصير عندهم؟ رح يصير عندهم إشي اسمه الهيباتوسيلولار نيكروسيس. شو يعني هيباتوسيلولار نيكروسيس؟ هلا انا مش حكيت لكم انه الايزونايازايد مينلي بيصير له اسيتيليشن في الليفر. هلا الميتابولايتس اللي بتنتج من عمليه الاسيتيليشن اوف ايزونايازايد بتكون عباره عن ايش؟ توكسيك ميتابولايتس. هاي التوكسيك ميتابولايتس بتروح بتربط في الماكرو موليكيولز بالليفر وبتعمل عندك ايش؟ هيباتوسيلولار نيكروسيس. شو يعني نيكروسيس؟ يعني بتصير عندك خلايا الكبد تموت ويصير لها نيكروسيس. تمام. فعرفتوا تاثير الايزونايازايد على الريبيد اسيتيليتر والسلو اسيتيليتر، هذا كثير مهم انكم تعرفوه. اوكي، برضو من الديس اوردرز اللي ممكن تكون جينيتيكلي الهيمولوتيك انيميا ديو تو جي 6 بي دي ديفيشنسي. نعرف ايش هو جي 6 بي دي، مش اول مره يمر علينا. جي 6 بي دي هو عباره عن الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز. هذا عباره عن امبورتنت انزيم وهو مهم لعمليه الريدكشن اوف جلوتاثيون which protect RBCs from hydrolysis by oxidizing drugs. هلا شو هي الهيمولوتيك انيميا قبل ما ندخل على جي 6 بي دي؟ الهيمولوتيك انيميا انه بتصير الريد بلد سيلز تتكسر، تمام، وايش بنخسر الريد بلد سيلز، تمام، فبصير في عندنا شيء اسمه هيمولوتيك انيميا. طيب هاي الهيمولوتيك انيميا ممكن تصير بسبب ايش؟ انه يكون عندك جينيتيك ابنورماليتيز، فيكون عندك الجي 6 بي دي جين اللي بيطلع لي الجي 6 الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز
abnormal، فبالتالي هذا G6PD بما انه مش موجود رح ياثر لي على عمليه الريدكشن اوف ذا جلوتاثايون، وانتم بتعرفوا انه الجلوتاثايون هو مهم عشان يحافظ لي على الار بي سيز من الاوكسيدايزنج ايجنت. فاذا اجينا طلعنا هون على هاي الباثوي، تمام، لاحظوا لي انه هون هذا هو الجلوتاثايون في الريديوست فورم، وهذا الجلوتاثايون في الاوكسيدايزد فورم، تمام تمام. وزي ما حكيت لكم عشان احول الجلوتاثايون من الاوكسيدايزد فورم لا الريديوست فورم، انا محتاجه لانزيم اسمه الجلوتاثايون ريدكتاز. هذا الجلوتاثايون ريدكتاز مينلي بيعتمد على الجي 6 بي دي، اوكي، عشان ياخذ منه ايش؟ عشان ياخذ منه الناد بي اتش وياخذ منها الهيدروجين اتوم، فبالتالي يعمل لي ريدكشن للاوكسيدايزد فورم ويخليها ايش؟ ريديوست فورم. فالجي 6 بي دي مهم للانزيم اللي هو الجلوتاثايون ريدكتاز اللي رح يعمل لي تحويل للاوكسيدايزد جلوتاثايون الى الريديوست جلوتاثايون. طب هذا الريديوست جلوتاثايون شو بيعمل لي؟ الريديوست جلوتاثايون بيساعد لي الجلوتاثايون بيروكسايدز، تمام، انه يتخلص لي من الفري راديكال. كيف؟ انه شفتوا هذا ال H2O2 هذا عباره عن فري راديكال، فبيجي عندنا الجلوتاثايون بيروكسايدز بيحول هذا، تمام، عن طريق الريديوست جلوتاثايون الى مي، فهيك انا تخلصت من الفري راديكالز، فبالتالي انا حميت الار بي سيز. يبقى كمان مره الجي 6 بي دي مهم للجلوتاثايون ريدكتاز عشان يحول لي الجلوتاثايون من الاوكسيدايزد فورم للريديوست فورم، حيث انه الريديوست فورم هذا رح يساعدني اني احول الفري راديكالز اللي رح تعمل لي توكسيك افكت على الريد بلاد سيلز عشان نحولها لمي، فبالتالي ما تقدر تأذي لي الريد بلاد سيلز، اوكي. فبالتالي الناس اللي عندهم الجي 6 بي دي مش موجود رح يكونوا عرضه للهيمولوتيك انيميز، تمام تمام. واتوقع مش اول مره يمر عليكم هذا الاشي، اكيد درستوه في البايوكيمستري او حتى كمان في الجينيتكس، تمام. هلا الكونجنيتال جي 6 بي دي ديفيشنسي بصير عندك اكيوت هيمولايسيس، هيمولايسيس يعني البلد ريد بلاد سيلز بتبلش تتكسر ان ذا بريزنس اوف سم اوكسيدنت دراج اللي هم زي الانتي ملاريال دراجز، السلفونامايد، دائما السلفا دراجز هدول اوكسيدنتس وكثير مهمين، والفافا بينز. فبيصير في عندنا شيء اسمه الفافيزم او هو مرض التفول على ما اتوقع هيك اسمه بالعربي. يبقى كمان مره هذا الهيموليتيك انيميا دو تو جي 6 بي جي 6 بي دي ديفيشنسي تحت قائمة ايش؟ تحت قائمة الايش؟ الايديوسينكراسي، يلي هي انه بيكون عندك ايش الايديوسينكراسي؟ بيكون في عندي ابنورمال ريسبونس تو دراج ديو تو جينيتك ابنورماليتيز. طب ايش الجينيتك ابنورماليتي اللي كانت في الـ في الـ في الهيموليتيك انيميا هاي؟ انه ما كان عندي جي 6 بي دي جين اللي بيطلع لي جي 6 بي دي، فبالتالي انا خسرت الجي 6 بي دي. بما اني خسرت الجي 6 بي دي فبالتالي انا ما عندي ريديوست جلوتاثايون، فبالتالي انا اذا اخذت دراج رح تطلع لي عندها اصلا اوكسيديشن افكت، او ممكن تطلع لي فري راديكال زي الانتي ملاريال دراجز او السلفونامايدز او الفافا بينز. اذا هدول الدراجز اعطيتهم لواحد عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي شو رح يصير عنده؟ رح يصير في عنده هيموليتيك انيميا، تمام تمام. هلا برضه في عنا اشي اسمه البورفيرياسز او البورفيريا. هلا بعملية الهيم سينثيسز اول اشي البورفيرين بريكيرسز اللي هو عبارة عن الامينو امينو ليفيولونيك اسيد. هلا هذا الامينو ليفيولونيك اسيد كيف بتكون؟ عن طريق الامينو ليفيولونيك اسيد سينثيز، انه بيجي عنا تطلعوا لي هون على هاي الباثوي، بيجي عنا السكسينايل كولين، تمام، والجلايسين عن طريق الانزيم الاول اللي هو الامينو ليفيولونيت سينثيز، فبتحول الى امينو ليفيولونيك اسيد، تمام. بعدين الامينو ليفيولونيك اسيد بتحول الى ايش؟ الى هاي البورفيرينز، اوكي، بتحول لي الى البورفيرينز. طيب هلا بعد هاي البورفيرينز بيجي عندنا انزيم ثانيه عشان تكمل لي الباثوي ويتكون عندي الهيم. هلا السكند انزيم اذا كان مش موجود او ديفيشنت البوريفرينز رح تتراكم، ولما تتراكم البوريفرينز بيصير عندنا إشي اسمه البوريفرياسز او البورفيريا. يبقى كمان مره هو عباره عن جينيتك ديفيشنسي اوف ذا سكند انزيم. يبقى اول ستيب جاهزه السكسينال كولين مع الايش؟ كان سكسينال كولين مع اللهم صل على سيدنا محمد الجلايسين،
اوكي اول ستيب ساكسينيل كولين مع الجلايسين عن طريق الانزيم اللي هو الامينو ليفولينيت سينثيز بيعطوني الامينو ليفولينيك اسيد هذا البريكيرسور. بعدين الامينو ليفولينيك اسيد بتحول الى مين؟ الى البورفيرينز. هلا هاي البورفيرينز عن طريق انزيمز ثانيه رح تكمل الباثوي ورح تتحول الى هيم. لنفترض انه هاي الانزيمز مش موجوده هذا البرودكت رح يتراكم، البوريفرين رح يتراكم. طب لما يتراكم البوريفرين شو رح يصير في عنا؟ رح يصير عنا البوريفيريا، فبيصير في عنا increase level of the porphyrin with some drug stimulating sorry بزيد عنا البوريفرينز. هلا الدرج يلي بتزيد عنا نشاط الانزيم اللي هو الامينو ليفولينيك اسيد سينثيز انزيم، الدرجز اللي بتزيده اذا استخدمتها بشخص عنده بريفيريا رح يصير في عنده سيانوسز، حيصير في عنده سيفير سنترال نيرفس سيستم ديستربنسز وماي كوز ديث. فبالتالي الدرج اللي بتعمل عندي ستيميوليت للالا سينثيز او الامينو ليفولينيك اسيد سينثيز از كونترا انديكيتد في البورفيريا بيشنتس، تمام؟ لانه رح تحفز لي هذا الانزيم فرح يتراكم عندي البوريفرينز فبالتالي رح ازيد من حدة المرض. فبالتالي الباربيتوريت على سبيل المثال والسلفونامايد هدول ما بستخدمهم في البورفيريا بيشنتس، تمام؟ برضو في عنا الساكسينيل كولين ابينيا وعنا المالجنانت هايبر ثيرميا. هلا بالنسبة للساكسينيل كولين ابينيا هاي عبارة عن حالة بتصير ليه؟ هلا السكسينال كولين هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن درج انا بستخدمه من ادوية التخدير، بستخدمه كمثل ريلاكسنت، تمام؟ بروح بيعمل لي بلوكينج للنيوروماسكولار جنكشن، اوكي؟ فبالتالي ايش؟ عن طريق انه بيعمل لي ديبولاريزيشن. هلا هاي رح تاخذوها بالفارما انه السكسينال كولين هو بيعتبر ديبولاريزيشن او ديبولاريزينج بلوكر، بروح على النيكوتينيك ريسبتور وبربط فيها وبيعمل عنا ديبولاريزيشن كونتينوس ديبولاريزيشن، فبيعمل عنا بارالايسس للمصل، بيشد للمصل فبالتالي بيعمل ريلاكسيشن للمصل، تمام؟ تمام. هلا السكسينيل كولين الانزيم اللي بتخلص منه بجسمنا اسمه سيدوكولين استريز او بسموه البترول كولين استريز او بسموه البلازما كولين استريز. هذا السكسينيل كولين عشان اتخلص منه بيروح على الدم بقابل البلازما كولين استريز او الاسم الثاني له سيدوكولين استريز انزيم. لما يقابل سيدوكولين استريز انزيم لازم السكسينيل كولين هذا يتكسر وخلص يروح الافكت تبعه. هلا في ناس بيكون عندهم السيدوكولين استريز انزيم از ديفيشنت، مش موجود عندهم السيدوكولين استريز انزيم، تمام؟ فبالتالي السكسينيل كولين رح يضله موجود، فبالتالي رح يعمل عندنا بارالايسس ل اللي هي عضلة الحجاب الحاجز وللريسبيرتوري سيستم بشكل عام. فبالتالي شو بصير في عنا؟ بصير في عنا أبينيا. أبينيا اللي هو إنه الشخص مو قادر يتنفس، تمام؟ يبقى السكسينيل كولين أبينيا هاي بتكون إنه السودو كولين استريز إنزيم يلي بيكون ريسبونسبل للبريك داون أوف ذا نيورو ماسكولار بلوكر اللي هو السكسينيل كولين بيكون ديفيشنت. In genetic defect of this enzyme succinyl choline بصير في عنا respiratory muscles paralysis، بتنشل عضلة التنفس اللي هي اللنجز والحجاب الحاجز فبصير في عنا apnea. يبقى كمان مرة succinyl choline apnea بتكون بسبب انه succinyl choline انا مو قادرة اتخلص منه. ليش مش قادرة اتخلص منه؟ لانه انا انولدت انه ما عندي سيدوكولين استريز انزيم. بما انه ما عندي سيدوكولين استريز انزيم السكسينيل كولين ما رح يتكسر فرح يروح يعمل لي ريسبيرتوري مسل باراليسس ندخل بمرحله ابينيا، وهاي الحاله شائعه في التخدير، تمام؟ الحاله الثانيه اللي بتصير برضه بسبب السكسينيل كولين اللي هي المالجنانت هايبرثيرميا هاي عباره عن ايش؟ برضه جينيتك ديس اوردر. لما تكون السكيلتال ماسلز مش قادرة تعمل سيكوستر للكالسيوم وترجع على السيركوبلازميك ريتيكولم following the administration of succinyl choline and halothane. هلا السكسينيل كولين والهالوثين هدول برضه من أدوية التخدير، تمام؟ لما آخذهم بزيد عندي تركيز الكالسيوم في السيركوبلازميك ريتيكولم وما عم بقدر بيمنعوا لي السيركوبلازميك ريتيكولم انها تاخذ هذا الكالسيوم، تمام؟ فبالتالي الكالسيوم رح يضله يروح يربط في الكروس بريدجز تبعت المصلز اللي هم الميوزين والاكتين فيلمنت، ورح تصير عندك ظاهره الكروس بريدجنج. فبالتالي رح يصير في عندي مصلز ريجيديتي، وهاي المصلز ريجيديتي رح يتولد عنها سيفير هايبرثيرميا،
تمام؟ يبقى المليجنانت هايبرثيرميا هي عبارة عن جينيتك ديس اوردر بالسكيلتال مسلز، ما بتقدر تعمل سيكويستر للكالسيوم وترجع للساركو بلازما كريتيكولم بعد الادمنستريشن اوف ذا سكسينال كولين اند هالوثين، اللي هم نوع من انواع ادوية التخدير اللي بيستخدموها في العمليات. فالنتيجة انه بصير في عنا ريجيديتي، يعني المسلز كلها بتتيبس وبصير في عنا ايش؟ سيفير هايبرثيرميا. طبعا هاي معلومة إضافية لكم يعرفوها، إنه الدانترولين هذا الدواء اللي لازم يكون بغرفة العمليات جنب جنب أخصائي التخدير، مجرد ما صارت عندك مليجنانت هايبرثيرميا بيعطوه دغري دانترولين. الدانترولين هذا شو رح يعمل؟ رح يخلي السيركوبلازميك ريتيكولم توقف تعمل ريليز للكالسيوم. فهو هذا اللايف سيفنج دراج، مجرد ما أشوف واحد مليجنانت هايبرثيرميا دغري بعطيه الدانترولين عشان أنقذ حياته، غير هيك المريض رح يروح من بين إيدي. تمام؟ هلا الدرج اليرجي، هاي اخر صفحه بمحاضره اليوم، واخيرا طبعا انتم هلا بتكونوا زهقتوا مني، بس يلا اتس اوكي، المحاضره دي اسمها مليانه معلومات بس سهله، سهلات يعني. هلا الدرج اليرجي، الدرج اليرجي يعني انه ايش؟ انا باخذ درج فجسمي بتحسس منه. طب ايش سبب هاي الحساسيه؟ بتكون اميونوجينيك، يعني جهاز المناعه عامل هذا الدرج على اساس انه ايش؟ على اساس انه فورين بادي دخل على جسمي، جسم غريب دخل على جسمي، فجهاز المناعة قرر انه ايش؟ يحاربه. فالدرج انرجي اليرجي هي عبارة عن abnormal response to drug mediated by immunogenic mechanism، يعني جهاز المناعة هو المتدخل الرئيسي. وطبعا الدرج اليرجي is dose independent. شو يعني dose independent؟ يعني هي ما بتعتمد على الدوز، مش والله اذا اعطيت من هذا الدرج دوز كبيره رح يصير عندي اليرجي، لا، ممكن عند اقل دوز يصير عندي اليرجي. هي المشكله بتكون انه جهاز المناعه ميز هذا الدرج بغض النظر عن اي عن الدوز اللي انا معطيتها للبيشنت، بغض النظر عن هاي الدوز، خلص الجهاز المناعه ميز هذا الدرج على اساس انه ايش؟ على اساس انه فورين بودي عامله على اساس انه جسم غريب فهاجمه. وهاي بتصير in minority of the patients. عشان هيك في الهيستوري لما يجي ناخذ لما يجي عند المريض على العياده ونيجي بدنا نوصف له دواء، بنساله اذا عنده drug allergies او لا، واذا هو مش عارف يفضل اني اعمل له اختبار الحساسيه. تمام؟ لانه الدرج اليرجيز اذا صارت احيانا ممكن تكون عباره عن راش خفيفه، بس احيانا ممكن تعطينا افكتس يعني جدا خطيره، مثلا زي الستيفن جونسون سيندروم، اذا حابين تكتبوها. هاي بتكون بسبب السلفا درجز، هذا نوع من انواع الدرج اليرجيز وبيعتبر جدا خطر، واذا صار احتمال الانسان يموت. فبتلاقي انه بصير عنده نكروتايزنج بكل جسمه، بتصير الخلايا بصير الجلد كله يوقع اوكي، وبصير عنده ألسريشن بكل الجسم، فبيعتبر جدا خطر. فلا تستهينوا بقصة الدرج اليرجي. فكمان مره الدرج اليرجي اميونوجينيك ميكانيزمز دوز اندبندنت، هي بس انه جهاز المناعه ميز هذا الدرج انه ايش؟ فورين سبستنس وهاجمه، مش شرط انه يكون هذا الدرج والله بدوز معينه، هو دوز اندبندنت. وفي عندنا برضه الكروس اليرجي اللي شرحت لكم اياها لما شرحت الكروس توليرانس. الكروس اليرجي اللي هي ماي اوكير وذ ا جروب اوف كيميكال ريليتد دراجز، يعني مثلا اللي عنده حساسيه من البنسلين فهو عنده حساسيه من كل البنسلينز دراج. طبعا بما انه تطرقنا للاليرجي فاكيد لازم تكونوا عارفين التايبس اوف هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز يلي بتصير في الجسم. في عندنا التايب 1 وعندنا التايب 2 رياكشن، وعندنا التايب 3، وعندنا التايب 4. هلا ايش الفرق بين تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4؟ اول اشي بالتايب 1 رياكشن هذا اللي هو بيصير في الوضع الطبيعي، لما انا اتحسس مثلا من الغبار، لما اتحسس مثلا من دواء معين، او من اي سبستنس لامست جسمي او دخلت على جسمي. اول نوع من انواع الهايبر سنسيتيفيتي اللي بيخطر على بالي والاميديت تايب واللي بيصير بسرعه وربد، هلا هذا اسرع واحد بيصير اللي هو التايب 1. ايش اللي بميزه؟ اول اشي انه بيكون عندك الانتيجن ريكوجنايزد باي ذا اي جي اي، هذا الاي جي اي هذا الاميونوجلوبولين اي بيكون على الماست سيلز. تمام؟ فالاي جي اي هذا لما يميز الانتيجن شو رح يروح يعمل؟ الانتيجن بربط في الاي جي اي على الماست سيلز، فبيعمل عندنا ديجرانيوليشن للماست سيلز، فالماست سيلز هاي بتفتح وبتطلع الالرجوتوكسينز such as هيستامين، والهيستامين رح يروح يعمل لي ايش؟ رح يزيد عندي البيرميبيليتي، بيصير عندي فيفر وراش وارتكاريا وانجيو ايديما اند ايفن انفلاكتيك شوك، هذا اذا كانت سيفير. تمام؟ يبقى التايب الاول بيكون ربد،
يلي بيكون فيه هو الـ IgE antibodies الـ immunoglobulin E، هاي بتكون موجودة على الـ surface of mast cell. مجرد ما شافت الانتجن، الانتجن بربط في هذا الـ IgE، بس يربط في الـ IgE بيصير عنا degranulation للـ mast cells. بس يصير في عنا degranulation للـ mast cells بفرزونا الهستامين، والهستامين بيعمل لي أعراض الحساسية اللي هي الفيفر، راش، أرتكاريا، أنجيو إديما. هلأ الفيفر والراش هدول اللي هم نقدر نعتبر إنهم شغلات خفيفة، ولكن ممكن يصير عندنا سيفير أنفلاكتيك شوك، وهي بتعتبر قاتلة ولازم ألحق البيشنت فيها. هلأ التايب 1 رياكشنز هاي ممكن تصير، أو التايب 1 هايبرسنسيفتي رياكشن ممكن تكون أجينست البنسلين إدراج، تمام. هلا التايب 2 رياكشن اللي هي بتعتبر سيتوتوكسيك، هاي بيكون فيها يا اما اميونوجلوبولين جي يا اما اميونوجلوبولين ام. فهدول الاميونوجلوبولين جي او ام انتي بوديز زائد الكومبلمنت. هلا الكومبلمنت هذا رح تفهموه في الاميونيتي، ما اتوقع انه دكتور الفارما رح يطلب منكم انكم تفهموه، وانا اصلا هلا ما عندي وقت اني افهمكم اياه، لانه صراحه الكومبلمنت سيستم والاي جي جي والاي جي ام موضوعهم يعني بده فصل كامل، تمام. فهلأ ما رح أقدر أشرح لكم إياها، بس إذا حابين تفهموا أكتر بعتولي وأنا بشرح لكم، تمام. هلأ بالتايب 2 زي ما حكينا IgG IgM والأنتجن، ومعاهم إيش الـ IgG والـ IgM رح يروحوا يحفزوا لي الـ complement system، تمام تمام. هلأ إيش بحالة التايب 2 reaction؟ الأنتجن اللي رح يهاجموه أو الدرج اللي رح يهاجموه رح يروح يكون fixed to the cell، تمام، فيعمل عندك cell lysis. فمثلا في الهيموليتيك انيمياس، هلا بادويه المثل دوبا، هلا ايش الفكره من التايب 2 رياكشن؟ انه هذا الدرج، تمام، اللي هو بيعتبر الانتيجن، لما يدخل على الجسم بيروح بيربط لي بخليه مثلا، ولنفترض انه راح ربط في الار بي سيز، اوكي، فبيروح بيصير له ريكوجنيشن عن طريق مين؟ عن طريق الاي جي ام او الاي جي اي جي جي. لما يربط في الاي جي ام والاي جي جي، اوكي، لما الاي جي ام والاي جي جي يربطوا في هذا الانتيجن الموجود على الخليه، بيروحوا هدول الاي جي ام والاي جي جي بحفزوا الكومبلمنت سيستم، وبيروحوا بكسروا لي الانتيجن مع الخليه اللي هي مين؟ الار بي سيز. فبصير في عندنا شيء اسمه هيموليتيك انيميا. فاللي اللي بيميز التايب 2 رياكشن، اول شيء انه الانتيجن بيكون فيكست على خليه، هي اول شيء. ثاني شيء انه بيكون الانتي بوديز اللي بتكون موجوده اللي هم الاي جي ام، اللي هم الـ IgG والـ IgM antibodies. من الأمثلة اللي بتصير وبصير عندنا hemolytic anemia إذا صار عندنا إلها hypersensitivity reaction اللي هي المثل دوبا، تمام؟ أما الـ type 3 reaction بيكون الـ antigen، أوكي، والـ IgG antibodies will complement are fixed to the endothelium، فبصير في عندنا vasculitis والglomerulonephritis. هلا بالنسبه لتايب 3 رياكشن، الانتيجن ما بيكون فيكسد لخليه، لا هو بيكون، هلا ما بعرف ليش مكتوب عندكم هون انه هو بيكون فيكسد تو ذا اندوثيليوم. هلا احنا درسناها بماده المناعه انه التايب 3 رياكشنز لا بتكون الانتيجنز موجوده هيك ماشيه بالدم، فبلاحظها الانتي بودي بربط فيها، وهي والانتي بودي بيروحوا بيعملوا ديبوزيشنز في مناطق زي الجوينتس، وبيعملوا لنا ايش ارثرايتس والتهابات في الجوينتس، تمام، وممكن يروحوا كمان على الكدني ويعملوا لنا ايش، يعملوا لنا جلوميرولونيفرايتس برضه، بس ممكن كمان يكونوا فيكس في الاندوثيليوم تبع البلود فيسلز فيعملوا لنا فاسكولايتس، تمام، اللي هو التهاب في البلود فيسلز. طبعا التايب 3 رياكشن بيصير مع السلفونامايدز والبنسلينز، تمام. يبقى اللي بيميز التايب 3 رياكشن انه اي جي جي انتي بودي، وبيكونوا انه الدرج بيروح بربط مثلا في الاندوثيليوم، لما يربط في الاندوثيليوم بيصير له ريكوجنيشن عن طريق الاي جي جي، والاي جي جي بيحفز الكومبلمنت سيستم، فبيصير عنده شيء اسمه فاسكولايتس، او بيصير في عندنا جلوميرولونيفرايتس. هسه الشغله اللي حكيت لكم اياها، لما يكون الانتيجن، بيكون الانتيجن يعني سوليبل موجود هيك جوا الدم، اوكي، بيصير له ريكوجنيشن عن طريق الانتي بودي، فهو الانتيجن انتي بودي كومبلكس بيروح بيصير لهم ديبوزيشن مثلا في الكدني او عند مناطق الجوينتس، فمثلا عند الكدني بيصير عندنا جلوميرولونيفرايتس. مش مطلوب منكم تفاصيلها، تفاصيل ماده المناعه ما علينا. التايب 4 رياكشن هذا الديلي تايب سيل ميدييتد. هلا اللي بيميز التايب 4، اول شيء هو ابطا واحد، تمام، عشان هيك مكتوب عندكم ديلي تايب، وهو سيل ميدييتد. شو يعني سيل ميدييتد؟ يعني بتكون فيه تي سيلز انفولد، تمام. اذا هون بتتذكروا هدول الثلاثه ما في سيلز انفولد، لا تي سيلز ولا بي ولا بي سيلز، هون بس طلع عندنا ايش انتي بوديز، فبنقدر نعتمد انه هدول انيت اميونيتي،
اوكي. اما بالنسبه للسلم ديتد، هذا من السبيسيفيك اميونيتي، بيكون عندك الانتيجن وعندنا تي سيلز، عشان هيك ركزوا لي تايب 4 بيعتبر سلم ديتد، بيكون عندي تي سيلز. هاي التي سيلز رح تعمل لي ريليز للليمفوكاينز، هاي الليمفوكاينز رح تحفز لي الانفلاميشن، فبيصير في عندنا شيء اسمه اليرجيك كونتاكت ديرماتايتس. هسه الاليرجيك كونتاكت ديرماتايتس كيف يعني؟ يعني انا اذا مثلا اخذت مرهم عشان اعالج اشي بالجلد، حبة مثلا على الجلد، بس حطيت المرهم بعد 10 دقائق الايد صار عندي منطقة حمراء وصارت نافخة وفيها يعني صار في اعراض انفلاميشن عليها، فهون انا بدي اعرف انه هاي كونتاكت ديرماتايتس، يعني صار عندي تايب 4 رياكشن. شو يعني تايب 4 رياكشن؟ يعني عندي الانتيجن وعندي تي سيلز. تمام. هلا بالنسبه للدايجنوستس اوف دراج اليرجي، لازم اول إشي اعرف الهيستوري تبع المريض وايش التايب اوف رياكشن اللي صار، واسال عن الدراج اللي اخده. تمام. وبقدر اعمل له التست اللي هم الانتراديرمال او الكونجكتيفايل تست، هدول عشان افحصه للدراج اليرجيز. هلا في عندنا تريتمنتس للانفلاكتيك شوك اللي هم الابنفرين، الهيدروكورتيزون، والانتي هيستامين. هلا بالانفلاكتيك شوك بيجيني المريض عنده ايش؟ ممكن يكون عنده بريديكارديا، اوكي، بيكون عنده هايبوتنشن، بيكون عنده بتلاقيه بيكون عنده سويتنج كتير، والسويتنج تبعه بيكون كتير بارد. تمام. فانا شو بعطيه ادويه عشان اعالج الهايبوتنشن، فبعطي مثلا ابنفرين عشان يحفز لي الايش البيزو كونستريكشن، بعطي انتي هيستامينز عشان امنع الريليز اوف هيستامين لانه الهيستامين بيساهم لي اصلا انه يصير عندي انفلاكتيك شوك، وبعطي الهايدرو كورتيزول. هلا الدراج اليرجيز اتمنى انها تكون وضحت، بس هي في اساسات لازم تكون اصلا عندكم، بس انتم لهلا ما اخذتوا معلوماتها، رح تاخذوها لقدام ورح تتكرر معكم لقدام، فلا تخافوا. يعني هاي التايبس اوف hypersensitivity reaction رح تتكرر معكم بمادة الاميونيتي بالتفصيل، والتريتمنت اوف انفلاكتيك شك هذا برضو رح يمر عليكم لقدام بالتفصيل لما تاخدوا سيستمات. طبعا لأنكم كنتم مستعجلين على المحاضرة ما لحقت احط لكم اسئلة، فاستنوني ان شاء الله من نهاية الاسبوع بحط لكم اسئلة. ويا guys if you get tired learn to rest not to quit، يعني لا تستسلموا وادرسوا منيح، ويعطيكم الف عافية. وأي سؤال أنا موجودة بستقبل الأسئلة في قلب رحب، وبعتذر إن المحاضرة كانت كتير طويلة، ولكن هي هيك محاضراتكم ومعلوماتها زخمة، بس إن شاء الله يعني فالكم الـ A+. ادرسوا منيح وحلوا أسئلة وادعوا لنا، يعطيكم العافية.